ناس مننا هو عنوان الحملة التي أطلقتها الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة ضمن برنامج التوعية بالمرض النفسي ومناهضة التمييز ضد المصابين به. الحملة استضافت في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية فعاليات مهرجان الفن ميدان. مستشفى العباسية والأمانة العامة للصحة النفسية بيستضيفوا فعاليات الفن ميدان. الفن ميدان احتفالية كانت بتتعمل في ميدان عابدين بشكل شهري، بيقوم بها ائتلاف الثقافة المستقلة، فيها فنون مسرحية وفيها فرق موسيقى وفيها شعر. وباختصار كده احنا قررنا نستضيفها هنا المرة دي بدل ميدان عابدين علشان نكسر فكرة الوصمة اللي حوالين المرض النفسي والمرضى النفسيين. هو الحقيقة انه في مستشفى العباسية في عيادة نفسية للأطفال، فهما النهاردة الحقيقة اليوم تواجد كبير، والفترة بتاعت الصبح والظهر كان في وركشوب أو ورش عمل رسم وطين وعجينة ورق وألوان، ودلوقتي في فقرة للأراجوز والعرايس. بس الهدف من المشروع ككل التوعية بالمرض النفسي عند المجتمع وعند الناس، وده الجزء الأولاني اللي احنا اشتغلنا عليه، ان احنا نزلنا واتكلمنا مع الناس وعملنا البوكلت التوعوي اللي ادينهولك، وده كان مبني على اسئلة الناس لينا والكونسيرنز اللي عندهم او الاهتمامات اللي عندهم عن المرض النفسي. بعد كده خدنا الكتيب ده بعد ما اتعمل وابتدينا ننزل الجامعات والكليات والنوادي والاماكن الثقافية نتكلم مع الناس بشكل محاضرة، ان احنا نقول لهم ما هي او ما هو المرض النفسي وما هي المشاكل اللي بتقابل المريض النفسي. وعلى هذا الاساس ابتدينا ان احنا نخلص المحاضرات بتاعتنا وعملنا الايفنت اللي حضرتك شايفه. الايفنت ده كان الهدف منه ان احنا نكسر الحاجز اللي عند الناس والخوف اللي موجود من المستشفى النفسية. وجود الفن في مستشفى الامراض النفسية في العباسية لا يعني بان الفنون جنون، ولكنه يحمل رسالة أخرى إلى زائري هذه المستشفى ونزلائها بأن لهم دورا فعال في المجتمع. من مستشفى أمراض النفسية في العباسية، أحمد علاء الدين، نهارك سعيد.